حكايه مع مجموعه من الداخليه كانوا نازلين لابسين ملكي، هدوا الخيام وقبضوا على مجموعه من الميدان من المعتصمين في الميدان. نتيجه الغضب من الناس اللي كانت موجوده ومعتصمه طلعوا ولعوا طبعا في البوكس دوت، والعربيه بتاعت التوحيد والنور طبعا هم عارفين ان التوحيد والنور دي تبع الاخوان، وهم غضبانين طبعا من الاخوان ومن الداخليه. ده بوكس ولا ايه ده؟ بوكس كان شايل، ده بوكس بتاع مساجين، بتاع مساجين، عربيه مساجين دي ولا ايه؟ كان في مساجين وعربيه والظباط راحوا. العربيه بتاعت النور ديت انا ما شفتهاش، شفت العربيه ديت هجموا عليها يعني وكده وقاموا البوكس ده بتاع الشرطه ده اجموا عليه وقعدوا كسروا وحدفوا طوبه وكده، والعربيه وقعت واللي فاهم مش عارف جريهم ولا راحوا فين بقى، انا كنت مشيت ساعتها.